لن نبتعد عن الشأن التعليمي، لكن هذه المرة في استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. صحيفة اليوم السابع تتحدث عن تطبيق النظام التعليمي الجديد المقرر تطبيقه في شهر سبتمبر المقبل مع دخول العام الدراسي الجديد. تنقل الصحيفة تصريحات للدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، يقول إن الوزارة تستهدف تدريب 120 ألف مدرس على النظام الجديد في مدى زمني يصل إلى سنتين.